شنو بعيد في الكوب الافريقي على يلا. الكلام اللي يحكي فيه سي تري امبورطون سي تري امبورطون ما يلزمش مصر تغلطنا ساعه كريزولتا باش نبداو متفقين. والحاجه الثانيه المهمه توا خال حاجه مهمه جدا خال لي جون يل نو ريسبكت على السيكل الاخراني والبرفورمانس الاخراني راهو زاده لي جون ils vont vous respecter اما ils vont préparer زاد راهو باش يحضروا للليكيب ناسيونال. وهنا نعطي اهميه السيلول نتاع التحليل السيلول نتاع لي زاناليست 2017 ندرب في الخور القطري غوارديولا راني يدرب في البايرن وجا اون ستاج دو بريباراسيون في الشتاء في قطر مع البايرن مش سيلو خيمه 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 منصوبه درون تصور اناليز على ليكيب نتاعو ايماجيني معناها ليكيب هذيك اللي فيها 8 بيرسون 8 سي يوسف 8 من الناس في السيلول نتاع التحليل تحلل معناها في ايكيب وليز ادفيرسير اكسيتيرا اكسيتيرا كيب ناسيونال جي ماجين توا في الوقت الحالي باللي بيرفورمانس اللي قاعده صايره تستحق اكثر من دوز اناليست ايكيب ناسيونال تستحق توتين سيلول داناليست خاصة اذا بالنتائج الطيبه هذيا نجلبوا انتباه المنافسين واذا نحبوا نمشيوا لبعيد في الكوب دافريك ولا كوب دي موند ولا اللي هو راهو يلزمنا ناخذوا لي فري موديل اللي وصلوا للبرفورمانس كيفاش وصلوا للبرفورمانس الكبير ونحاولوا خاطر كيما التوانسه ينجموا ولو عندنا اسي دو كومبيتون واسي دو تالون في في في, في تونس باش نجموا كي ناخذوا لو فري موديل اللي نجموا نبنيوا عليه باش نوصلوا لا هوت بيرفورمانس رانا اوبور الفير ان شاء الله ان شاء الله يا نصيف لي ملي كلها اراء وكلها تسمع وكلها تتقال ومع الاطار الفني والاداره الفنيه هي اللي تشتغل في اطار نفساني.